السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم عندنا مثل ما وعدتكم حول تنزيل خدمات جوجل على الهواوي نوفا 7i. في البداية حمل الرابط اللي موجود في أسفل الوصف، راح نحتاجه باستخدام الجوال مثل ما هو موضح أمامك. فننزل الرابط، ننتظر التحميل. أوكي، هنا أنا. الآن نحتاج إلى فلاش، وهذه الفلاشة راح نربطها باستخدام قطعة التحويل إلى الجوال. تلاحظ هنا بها عدة ملفات للفلاشة، فراح أمسح التطبيقات من داخل الفلاشة، صارت الفلاشة ما بها أي تطبيق. راح نذهب إلى التطبيق اللي إحنا نزلناه الموجود وين بالداونلود، فرحنا للداونلود وراح نسوي له فتح الملفات المضغوطة في نفس الجوال. ففتحنا الملفات، بعد عملية فتح الملفات راح اجي اسلكهن اثنيناتهن وانقلهن الى الفلاشة الخارجية اللي انا رابطها. راح اسوي له نقل كات الى الفلاشة الخارجية. بعدها نذهب الى الضبط سيتينج، ومن السيتينج راح نذهب الى سيستم ابديت، ونختار باك اب اند ريستور، ونضغط على نيكس، ونقول له موافق، ونختار الذاكرة الخارجية الاكسترنال اللي احنا رابطين فلاشة. فبعد ما حددنا الذاكرة الخارجية راح نحدد الباك اب باستخدام المانوال، وراح احدد سيلكت اول اللي هو ملف واحد فقط، فنحدده اللي هو يحتوي على الملفات اللي نحتاجها حتى ننزل خدمات جوجل، اللي هو حرف الجي باللغة الصينية. فهذا حرف الجي اذا حاولت تنزله باستخدام الطريقة مال بي 40 برو والميت فما تقدر تنزله، يفشل. هنا أنا يفشل لان هذا مخصص اله، كل طريقة لها برامجها الخاصة، فنسلكهن. بالنسبة إلى المتصفح ما أحتاجه، أحتاج فقط حرف الجي، فألغي إشارة الصح من المتصفح، أختار فقط حرف الجي وأقول له أوكي. وبعد ما أضغط أوكي تلاحظ هنا راح أختار أقول له ريستور، راح يطلب مني الباسورد، الباسورد راح يكون موجود في الأسفل مكتوب، وكذلك اللي هو اي من الواحد الى تسعة ثم صفر، اي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0، هذا هو الباسورد. ندخل الباسورد ونقول له اوكي، نتأكد من الباسورد انه دخل بالصورة الصحيحة كما هو موضح امامكم، ونقول له اوكي. وبعد ما يكمل ريستورت نقول له دون، ونخرج الى الواجهة الرئيسية، وتلاحظون تنصيب حرف الجي باللغة الصينية اصبح على الواجهة الرئيسية للجوال. نقوم بتشغيل حرف هذا الجي، نشغل حرف الجي بالضغط عليه ونضغط على الاكتف، راح يطلب مني اقول له الو، نسمح له في الدخول الى ملفات النظام.
والآن نخرج من حرف الجي، أهم شيء سوينا له أكتف، ونذهب إلى ذاكرة الجواب، نذهب إلى الإكسترنال يعني الفلاشة، وندخل عليه ونروح على خدمات جوجل. ندخل على خدمات جوجل، نبدي من رابع تطبيق اللي هو جوجل أكاونت، نبدي ننصبه إلى آخر تطبيق. انتبه نقطة، أثناء تنصيب أي تطبيق من هذا التطبيق كما هو واضح أمامكم، إذا التطبيق ما قبل يتنصب أو صار خلل بي كتب لك مو تم التنصيب بنجاح، ارجع نصبه من جديد وجديد. ألا يتنصب بنجاح ويذكر لك تم التنزيل أو تنصيب بنجاح، يلا تعبر على التطبيق اللي بعده، تكمل كل التطبيقات. ونذهب إلى الواجهة الأمامية ونشغل سوق بليت. لاحظ هنا راح يطلب منك الإيميل، دخل الإيميل وندخل كذلك الباسورد الخاص بينا، واشتغلت عندنا خدمات جوجل وسوق بليت كل سلاسة. ملاحظة، إذا كملت كل الخطوات اللي ذكرتها أني بالتسلسل وشغل سوق بليت وما قبل يشتغل عندك سوق بليت، نصب أول 3 تطبيقات بعد ما تكملهن كلهن وفنشت كلهن، وإذا ما اشتغل عندك صارت عندك حالة إنه ما اشتغل عندك سوق بلاي، لا ارجع نصف بس أول 3 تطبيقات، يعني البقية أنت منزلها، وإن شاء الله راح تشتغل عندك الخدمات جوجل وسوق بلاي بكل سلاسة على الهواوي نوفا 7 آي. وكذلك عندك نزل على نفس الطريقة تنطبق على 130 برو، فأي جوالين تنطبق عليه هذه الخطوات. لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك ليصلك كل ما هو جديد، وتفعيل جرس التنبيهات في الأسفل، اضغط على لايك إذا استفادت، وأعمل مشاركة لأي واحد يحتاج إنه ينزل خدمات جوجل. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار تبدأ جواب بالتعليقات وسأرد عليه بأقرب فرصة ممكنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.